بحجم استثمارات يفوق 5 مليارات و200 مليون ريال، وإنتاج يصل لأكثر من 60,000 طن سنوياً من المنتجات البحرية المستزرعة في مياه البحر الأحمر. تعمل المجموعة الوطنية للاستزراع المائي هنا بمحافظة الليث على إمداد السوق السعودي والأسواق العالمية باحتياجاتها من المنتجات البحرية عالية الجودة. تمتلك المملكة عدد من الشركات المتميزة في قطاع الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك، ومن أهمها شركة نقوى، حيث تصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، ومن أهم منتجاتها استزراع الأسماك وأيضاً استزراع الروبيا. بدأت أنشطة الاستزراع في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي في عام 1982 كمشروع تحت البحث والتطوير، وأعطى نتائج مبشرة تسمح للانتقال للمرحلة الانتاجية كمشروع إنتاجي يساهم في الأمن الغذائي والدعم الأنشطة الزراعية، وفي نفس الوقت الاستفادة من القدرات الطبيعية لهذه المنطقة والمميزات النسبية لمياه البحر والامتيازات المناخية لهذا الموقع. كانت الفكرة في مراحلها المبكرة لإنتاج الروبيان فقط، ولله الحمد والشكر مع الخبرات التراكمية والتعرف على الكثير من المجالات الواعدة، نستطيع أن نقول أننا الآن نتكلم على عدة من المنتجات التي تحمل المؤشرات المشجعة، ابتداء بالروبيان والوصول إلى أرقام تعتبر الأكبر على مستوى مزرعة واحدة عالميا. وصلنا إلى مستوى 64,000 طن، على مستوى الأسماك وصلنا ل10,000 طن ولله الحمد والشكر في السنة. المراحل اللي بعد كذا أثبتت لنا مناسبة المناخ والموقع ومستويات ملوحة المياه للانطلاق في منتجات أخرى إضافية قد تكون الآن في مراحل البحث والتطوير.